طيب اتعلمت افغاني وده كان مطلوب. التعامل مع الجمال ايه؟ كان صعب. التعامل مع الحيوانات بيبقى صعب جدا في التصوير، عشان هو يعني بيبقى ليهم دايما موجه، بس برضو حدود الموجه في السيطرة عليهم مش 100%، عشان هم ما عندهمش وعي، فما يقدرش يعني في الاخر هم حيوانات بيستخدموا حواسهم اكتر في التعامل. كان صعب قوي يعني، حتى اضطريت، فاكر ان انا قعدت يومين في المزرعه بتاعتهم، بيت جنب الجمال، عشان وهي كان في جمل، هي جمله معينه هي دي اللي كنت كانت معايا في الفيلم كله. كان اسمها ايه؟ كان لها اسم؟ اسمها هايدي والله العظيم. انت اللي مسميها؟ وحياه ربنا هم مسميينها هايدي. يعني انت رحت لقيتها هايدي؟ انا عندها مش بتاعك اسمها هايدي، قلت لهم ده بتاعنا هايدي، دي بتدق. مش استراليا. بس قالت اسمها هايدي، فتخضيت قلت لهم هايدي ازاي يا جماعه؟ استراليا ولا احنا فين بالظبط؟ غالبا دي هايدي. هي دي، هي دي. في الفيلم اسمها ليلى، هي دي هايدي.